الله الرحمن الرحيم. حمودة والببغاء الحبيسة. حمودة والببغاء الحبيسة. الببغاء the parrot. الحبيسة caged, prisoned, locked up. كان عند حمودة ببغاء جميلة ذات ألوان زاهية يضعها في قفص ذهبي صغير ويضع أمامها البندق كي تأكل، ولكن الببغاء لا تريد شيئا، إنها حزينة. كان عند had ببغاء parrot جميلة beautiful. حمودة had a beautiful parrot. ذات with ألوان colors زاهية bright with bright colors. يضعها he put it في in قفص cage ذهبي golden صغير small. He put it in a small golden cage. ويضع and he puts أمامها in front of her البندقة hazelnuts كي تأكل to eat. And he puts the hazelnuts in front of her to eat. ولكن but الببغاء the parrot لا تريد doesn't want شيئا thing. But the parrot didn't want anything. إنها حزينة. It is sad. تضايق حمودة لحزن الببغاء وقال لها لا تحزني يا صديقتي، سأخذك معي في نزهة إلى الغابة. حمل حمودة القفص ومشى إلى الغابة حتى وصل إلى شجرة البلوط الكبيرة. تضايق حمودة لحزن الببغاء وقال لها تضايق got annoyed لحزن for her sadness الببغاء the parrot. وقال لها and he told her or said to her لا تحزني يا صديقتي don't be sad. لا don't تحزني sad يا صديقتي my friend don't be sad my friend. سأخذك I will take you معي with me في نزهة in a picnic or on a picnic إلى الغابة to the forest الغابة the forest. سأخذك معي في نزهة إلى الغابة I will take you with me on a picnic to the forest. حمل حمودة القفص ومشى إلى الغابة حتى وصل إلى شجرة البلوط الكبيرة. مشى walked حتى till وصل arrived or reached إلى شجرة البلوط الكبيرة. البلوط oak شجرة البلوط الكبيرة the big oak tree. ومشى إلى الغابة حتى وصل إلى شجرة البلوط الكبيرة and he walked to the forest till he reached the big oak tree.
التقط حمودة حبات البلوط المتساقطة على الأرض ووضعها في قفص الببغاء. التقط picked up حبات kernels البلوط oak المتساقطة fallen or falling على الأرض on the ground ووضعها he put it في قفص الببغاء in the parrot's cage قفص cage. حمودة picked up the oak kernels that are fallen on the ground and he put them in the parrot's cage. ظلت الببغاء حزينة ولم تأكل، فقال حمودة: ألا تحبين البلوط يا ببغاء الجميلة؟ أم أنك تحبين الجوز أكثر؟ بقيت الببغاء صامتة ولم تتكلم. ظلت kept or stayed لم تأكل لم didn't تأكل eat. فقال حمودة so حمودة said ألا تحبين البلوط يا ببغاء الجميلة؟ ألا don't you تحبين like البلوط oak يا ببغاء الجميلة my pretty or beautiful parrot أم أنك or you like تحبين like الجوز the nuts more أكثر. بقيت الببغاء صامتة بقيت stayed صامتة silent the parrot stayed silent or kept silent ولم تتكلم ولم did not تتكلم talk or speak and didn't talk or didn't speak. حسنا قال حمودة ابقي أنت هنا وسأذهب أنا أبحث لك عن الجوز في كل مكان حتى أجده. حسناً well قال حمودة حمودة said ابقي أنت هنا ابقي stay هنا here you stay here وسأذهب أنا أبحث لك عن الجوز. سأذهب I will go أبحث search for or look for لك for you في كل مكان everywhere مكان place حتى till أجده find it وسأذهب أنا أبحث لك عن الجوز في كل مكان حتى أجده. And I will go search or look for